تحية لكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم رياضيون بلدي. يسرنا أن يكون ضيف هذه الحلقة عضو إدارة نادي عمال اللاذقية، مسؤول الألعاب الفردية، وكذلك كابتن منتخبنا الوطني للكاراتيه سابقا الكابتن عصام قصي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عصام. كابتن عصام، منبلش من الاستعداد حاليا الذي يجري لمؤتمر اللعبة. طبعا الكاراتيه بمحافظة اللاذقية بالسنوات الأخيرة كان إلى بريق على صعيد الكاراتيه السورية، وكان في إنجازات. في مؤتمر قريب للعبة راح يجري، شو بالنسبة لكم؟ أنتم ما شاء الله خبرة قديمة واشتغلتوا بتدريب المنتخبات الوطنية، شو في هيك أفكار بذهنكم وتوصيات أو ملاحظات أو استفسارات ممكن تقدموها للمؤتمر؟ نحن أول شيء قدمنا نحن هالسنة هاي ببطولات على مستوى الجمهورية، وكانت اللاذقية من المراتب الأولية في هذه البطولات. وعندنا كان كادر كثير كويس، وهذا بعود على انسجام المدربين والإدارات الرياضية والإدارات الأندية بهذه المحافظة. فنحن ما بنقصنا إلا بسط، نحن نكون عندنا توصيات إنه بدنا واقيات، بدنا بسط للمحافظة، لأن كونها عم تقوم بتقديم كثير من اللاعبين على مستوى القطر وعلى مستوى رفد المنتخب الوطني باللاعبين. نعم، هذه كانت توصياتنا نحن بكره للمؤتمر بالاتحاد، بالمؤتمر الاتحاد العربي السوري للكاراتيه. الكاراتيه تحديدا كان في يعني بعض النشاطات من قبل اللجنه الفنيه للكاراتيه في اللاذقيه، كان في دورات، كان في يعني اجتماعات للجنه. برايكم انتم الخطه اللي وضعت ببدايه العام قديش وصلنا بنسبه تنفيذها؟ حققنا نحن فيني اقول لك 70%. هو يعود كله للانجازات، هو صار اكثر شيء هالسنه هي بطولات. نعم، ما صار عندنا دورات نحن، لا تدريب ولا مجرد صار في مراحل تثقيفيه وليس دورات تدريبيه. نعم، وانما هي مراحل تثقيفيه. فنحن كانت السنه هذه سنه بطولات للمحافظه. نعم، وقلت لك شوي انه حققنا فيها نتائج كثير كويسه، وكانت اللاذقيه هي الاول على الجمهوريه خلال هالسنه هلا بجميع الفئات، وارفدنا المنتخب الوطني احنا باللاعبين المميزين بهذه يعني دورات بمجال التحكيم بمجال التدريب. صارت عباره عن ثقافه. نعم، يعني ما صار في دورات رسميه مثلا مثل ما بصير من ايام زمان وهالقصص، لا، صار في دورات تثقيفيه. نحن بنقصنا بالمرحله هيدي استاذ اسامه دورات خارجيه هلا كذا. نعم، نحن عم نتعلم من بعضنا، نحن عم نقصنا كثير. نعم، اللي عم نقصنا نحن مع يعني بدنا نشوفه. فانا الاتحاد الكاراتيه عم يحط استراتيجيه محليه عم تخص البطولات واللاعبين. نعم، في شيء اسمه نواه الرياضه، رياضه الكاراتيه هو المدرب، ما عم يركضوا ورا هالقصه هلا هي. انا بالنسبه انا كمدرب المفروض ينظر اتحاد اللعبه لهالقطعه هاي، لاني هي اللي بتعطينا النتائج بالنسبه للاعب. هو المدرب، الخبرات الموجوده حاليا خبرات خبره محليه. نعم، محليه. يعني احنا تابعنا كثير حتى وصلنا للنتيجه. هلا انا في عندي اثنين من ابطال العالم، يعني حققت انا من 1995 بطل عالم، بطل اسيا، بطل غرب اسيا. هذا اللاعب سهيل سلمان حقق 43 ميداليه. نعم، هذه انا ما تركت حالي حتى وصلت لل 2010 حققت بطوله العالم باسطنبول بالمركز الثالث على العالم، والميداليه البرونزيه هي ما اجت استاذ اسامه عن عبث، اجت من خلال مسابره وسفرات خارج القطاع. انا تعبت على حالي حتى وصلنا للمردود. نعم كابتن، بموضوع التحكيم بالكاراتيه تحديدا، انا غطيت كذا نشاط صار هون بالمدينه الرياضيه، كان في مشكله بموضوع التحكيم بصراحه، لاحظت كان في اعتراضات احيانا، كان في تشنج نوعا ما، يعني وان كان مو كله ظاهر للعلان ولكن تحت الكواليس كما هو دائما عم يكون. التحكيم انحلت مشكلته باللاذقيه بشكل نهائي، ما بس باللاذقيه يعني. نعم، في بسوريا كلياتها يعني. عم يكون اللاعب، انت اليوم انا بطولتي الجمهوريه عم يلعب محمد ابو خليل على المراكز الاوليه. نعم، وكان رئيس اتحاد الكاراتيه السيد جهاد ميا. فقت اللاعب في عنده مؤامره، بيدخل الحكم انه هذا اللاعب جيد، بحاولوا انه يخسروه، يعني هو عم يكون الحكم هو نفسه مدرب والمدرب هو نفسه حكم، وهذا الموضوع صار عم تروح نتائج اللاعبين بين هالعالم كلياتها، وهذا خطا. لازم يكون في اشراف حقيقي، في توجيه حقيقي. طيب، انه هذا الكادر لازم، هذا اللاعب بده لازم يعني. نحن بيشنا هذا في للخارج يعني، هذا عم يقعد يعني الاقل منه مستوى، جاب مركز اول واللي لاعب المميز صار برات القوس. هو كابتن كان الحكام بهال عم نحكي عنه كانوا كلهم من محافظه اللاذقيه وقتها؟
لا انا عم بحكي عن بطوله جمهوريه، بطوله جمهوريه، بطوله نعم. الجمهوريه اللي نعم. صارت بالسويدة، عم بحكي نعم. عن محمد ابو خليل نعم. حتى نفس الشيء عندنا باللاذقيه هون نعم. يعني المدرب هو نفس الحكم والحكم هو نفس المدرب. وهي مشكلة سابقا طرح موضوع انه حل هذه المشكلة يتم عن طريق جلب حكام من خارج المحافظة من محافظة طرطوس القريبة. نحن انا وقت كده رئيس اللجنة الفنية باللاذقية انا طرحت هذه الفكرة وانا نعم. انا اللي نفذتها واشتغلوا عليها اللجنة الفنية هلا الحالية نعم. عم يجي كان من اول جبنا حكام من خارج المحافظة وسيطروا على مجريات البطولة حلو، بس هلا صار في يعني في تحت الكواليس بعد الشيء انه هذا اللاعب محسوب على سي من الناس، هذا اللاعب محسوب سين على الناس، فعم توقع بمشكلة. أنا وقت بدي أعمل هلا أنا يوم الجمعة عندي لقاء لقاء بين الجامعة ونادي العمال نعم، قلت لهم أول شيء خلينا نعطي اللاعب حقه. قال أنت أنا ما بحكم، أنا نازل أتفرج على مدى لاعبي وين شوف في عندي أخطاء عند اللاعبين سنسجلها وانزل فيها على النادي أنا أشتغل فيها. عرفت كيف؟ يعني أنا عم أريد إنه الحكم يكون نزيه حتى يقدر نحن نعطيها اللاعب حقه وحتى ما نحاول نبعده عن اللعبه. نعم. انا بكره بقول انا كرهت اللعبه ما بردي العب، انا عم بلعب وما عم باخذ حقي يعني صحيح. وبعدين صحيح هذا موضوع التحكيم موضوع حساس يعني جدا، حساس جدا عم نعم. يترك كثير لاعبين من يعني عندي لاعب اسمه حسين منصور كان هذا مشروع بطل اسيا كان باحد نعم. بطولات الجمهوريه خسروا ظلمه ما في طريقه اعتراض او هلا تقدمت اعطى بس النتيجه وانتهت. يعني الحكم لازم يكون من اساسه يعلمه أساس النزاهه، تشوف شريط الفيديو تشوف اللقطه او اللجنه بتجتمع وتشوف اللقطه اذا كان اعتراضك صح يؤخذ به واعتراضك خطا يعني. اذا حبوا يعني اذا ارتأت اللجنه اذا 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 ممكن اذا ممكن نعم اذا ما اذا ما ممكن وبالتالي دخلنا بكذا دخلنا متى حالي. طيب انجازات الكاراتيه السوريه العام هذا كان في يعني اهم انجاز احرزه لاعب سوري مغترب كان لاعب اسامه عزام. هو كان عضو اتحاد كاراتيه اللاعب اسامه عزام سابقا كان سابقا وكان مدرب منتخب سوريا ايضا للسيدات ايضا سابقا، سافر الى بلغاريا بال 2002 وسكن هناك واحرز وتابع طبعا تدريب بطرقه الخاصه واحرز الميداليه الذهبيه بالشوتوكان على مستوى العالم. يعني انجاز يسجل الكاراتيه السوريه، شو رايك بهذا الانجاز؟ والله انجاز كاراتيه. انا برايي انجاز عالمي نعم. انا بالاخر هو انجاز عالمي. هذه الشوتوكان لعبناها نحن بال90 بدبي وحقق المنتخب السوري الميداليه الذهبيه. هذا الانجاز ظل باحضان اتحاد الكاراتيه لعام 1995 يعني بعد خمس ل 2010 2010 نظمت اول بطوله للشوتوكان بشكل نظامي باشراف الاتحاد الدولي نعم. فانا كنت حريص ان نشارك فيها بال2010 بتركيا باسطنبول، فجهزت لاعب انا ومشكور اتحاد الكاراتيه وعلى راسه السيد جهاد ميا اعطانا قرار مكتب يعني رفع للمكتب التنفيذي فاخذنا قرار بالمشاركه نعم. بهذه البطوله وحققنا يومتها انزاكا بطوله برونزيه العالم بال 2012 بطولة العالم كانت جيدة بسوريا يعني. لكن نحن حققنا ميدالية كانت هي ثاني ميدالية للشوتوكان لسوريا نعم. بال 2011 نحن حققنا ذهبية العالم كمان برضو بالشوتوكان بموسكو. أسامة الأستاذ أسامة عزام نعم. اتجه هذه اللعبة وبعدين لعبة كثير عريقة لعبة الشوتوكان بتعتمد نعم. على النشاط، بتعتمد على القوة، بتعتمد على الرشاقة، بتعتمد على الفكر والحركة اللي هي بعيدة النظر شوي. عرفت كيف؟ يقدر يستطيع اللاعب أن يحصل على هذه العلامة. فكان أسامة له بصمة هذا اللاعب نشيط نعم. هي في بعض المواصفات بلاعب الشوتوكان بخلاف الكاراتيه العاديه، بدها بعض الهدوء الوضعيات بدها هدوء وبدها تركيز لأن بتعتمد على النقطة الكاملة يعني أنت ممكن تلعب مباريات تخسر فيها خلال 10 ثواني اما الكاراتيه الدي دبليو كيف في عندك ست نقاط تقدر تضل معك مجال تحصل اذا صار عندك خساره او صار عندك تعادل ممكن انت تحصل، اما الشوتوكان لا بدك تكون دقيق بالتعامل مع الخصم لتقدر تصنع هدف الربح لان هي عباره عن علامه واحده نعم. اما بالدبليو كيف هي عباره عن ست علامات بامكانه اللاعب يتحرك يعود فيها صحيح. يعود مثل صحيح. ما بده نعم. كابتن شو رايك نشوف هاي الاستطلاع اجريناه عندكم بنادي العمالي ونتابع حديثنا مشاهدينا مع هذا الاستطلاع الكاراتيه في نادي عمال اللاذقيه.
نحن عندنا بنادي العمال عندنا العاب هي الكاراتيه والجيدو، الريشه الطائره لعبه جديده، وكره الطاوله، وهلا راح ندخل العاب جماعيه بخطه 2017 ان شاء الله. راح يكون في كره السله والطائره وكره اليد. احرزنا بالمراكز كثير كثير متقدمه كويسه على مستوى الجمهوريه بلعبه الكاراتيه. كان عندنا مريم طريفي وعندنا حسن ابو خليل وعندنا يعني اكثر من لاعب، وحتى بالرجال يعني كان عندنا سومر دواي مركز ثاني على مستوى الجمهوريه بلعبه الجيدو، وان شاء الله كمان في عندنا لاعبين بدهم يشاركوا ببطوله العالم باسبانيا اذا الله راد. وعندنا بالجيدو كمان حققنا النتائج الاولى على مستوى الجمهوريه على مستوى سوريا بكل الفئات، يعني بالشباب وبالشابات وبالسيدات وبالرجال، عندنا مراكز اولى على مستوى الجمهوريه. وبكره الطاوله نحن مصنفين تقريبا الاول على سوريا بالاشبال، وبطل الجمهوريه بالاشبال من عندنا بكره الطاوله من نادي العمال كرم زرعي. وعندنا بالاسبوع الماضي كان تصنيف، كان بطوله الانديه السوريه لتصنيف الانديه درجه اولى وثانيه، كنا نحن الفريق الوحيد اللي بالساحل درجه اولى بكره الطاوله بالرجال، واخذنا بالرجال كمان ثالث ورابع جمهوريه، ونتائجنا كانت كثير كويسه. يعني الالعاب نحن اللي عم نشارك فيها تقريبا نحن الاول على مستوى سوريا بالالعاب اللي نحن عم نشارك فيها. وان شاء الله بالايام الجايه بخطه 2017 رح يكون في دور للالعاب الجماعيه، ومنها كره اليد والسله والطائره رح نرجع، وان شاء الله رح نكون من الاوائل كمان. 16 سنه بتدرب بنادي العمال الرياض، وشاركنا بعده بطولات، ومنها بطوله تركيا ومنها بطوله لبنان، واحرزنا عده ميداليات، منها الاولى ذهب بلبنان، ذهب في الشباب احرزوا مراكز كويسه وكانوا كويسين في لقاءات كويسه. وعندنا تحضيرات هلا بطولة العالم بإسبانيا بالأشهر القادمة، وبتدرب تدريب صباحي ساعتين وتدريب مسائي ساعتين بتحضير البطولات، وساعد الأستاذ بالتدريب وأنا كابتن نادي العمال الرياضي، وكله هذا بفضل الأستاذ عصام قدسي وعلمني ودربني ووصلني للموصول هذا، وعم يتعب علي صراحة صبح ومساء كل يوم ساعتين ساعتين تدريب صباحي ومساء. مريم في نادي العمال عند عصام قدسي. شو البطولات اللي شاركتي فيها مريم؟ بالسويدة وباللاذقية وبالمحافظات فيه. مركز الأول. وشو هيك أخذتي لقب بسوريا؟ أفضل لعبة على سوريا. أي عام؟ عام 2016. وشو طموحك يا مريم؟ طموحي شارك بطولة عالم في إسبانيا. حسن حمادة نادي العمال باللاذقية عند الأستاذ حسن قطفي. شو البطولات اللي شاركت فيها حسن؟ بطولة الجمهورية بالسويدة، بطولة العالم بال 2013. شو البطولة الأخيرة اللي شاركت فيها؟ بطولة تركيا بالعام 2013. ما سمحونا نلعب وانسحبنا. محمد ابو خليل نادي العمال. شو البطولات اللي شاركت فيها محمد؟ بطولة العالم 2013 وبطولة الجمهورية. شو صار معكم بطولة العالم 2013؟ ما خلينا نلعب عندنا، نحن سوريا نلعب اسم المعارضة. مريم ابو ركاب نادي العمال، الاستاذ عصام قدسي سنة ونص. وهيك ان شاء الله شو راح تشاركي البطولات؟ ان شاء الله رح شارك بالبطولات الجمهورية. خالد ابو ركاب اسمي. نادي العمال عند الاستاذ عصام اكسي، درب سنة ونص، ان شاء الله رح اطلع بطولة جمهورية. مين شجعك على الكاراتيه؟ بابا البابا. مين كاراتيه؟ كابتن بلش من عند فعلا بتفائل مثل ما انت حكيت هلا قبل شوي. مريم طريفي ما شاء الله هي بطلة جمهورية وافضل لاعبة سورية في 2016، يعني انجاز ضخم على كمان بالمقارنة مع عمرها، يعني هيك انجاز بصراحة شو بيعطيه للمدرب؟ يعني حتى انتم بدكم حوافز كمان. والله بيعطيني حافز كثير كثير، مثل ما اللاعب بده حافز كمان المدرب بده حافز. فمريم مشروع بطلة عالم ان شاء الله. انت بتتشجع وتحكي مشروع بطلة عالم مو بطلة اسيا يعني؟ لا بطلة عالم، لان عم نشتغل نحن على بطولة العالم، نحن حاطين استراتيجية عالمية لنقدر نحن نوصل للنجومية العالمية، يعني انا ما عم بشتغل انا من تلقاء حالي، وانما عم حاطين نحن استراتيجية عم نستمدها من نحن من الدول المتحضرة بهذه اللعبة، وعم ناخذ شوفي عندهم شغلات مرتبة وحلوة عم ناخذها نحن لعنا ونسقلها بطلابنا. فمريم خامة نظيفة قادر خلال إذا الله راد يعني سنتين ثلاثة رح تكون نجمة من نجوم الكاراتيه السورية على المستوى العالمي.
هلا كابتن انت حكيت فكره حلوه انه نحن يعني انت بتشجع وبتحكي انه ان شاء الله رح تكون بطلة عالم. هذا الموضوع بيحتاج لخبرات خارج سوريا بصراحه، يعني خبرات نحن بنضل يعني خبرات الموجوده بتاخذ انت من المدرب الثاني والمدرب الثاني بياخذ منك وهيك. ونحن حاليا حاله انه ما كثير عم نطلع معسكرات خارجيه، يعني كيف عم نعتمد انه حتى نجيب الخبرات اللي برا؟ يعني شو الطريقه لحتى نجيبها؟ والله انا اول شيء انا عم حاول اطلع على حسابي الخاص، يعني انا اول شيء عم حاول اطلع شو وين في شغلات، في دورات، في اي شيء، انا عم حاول اطلع على حسابي. نعم. لا بدي اطول حالي، يعني اذا بدي ضل انا قاعد واستنى هذه صعبه. في عندي علاقات خارجيه مع بعض المدربين بمصر، في عندي مع مدربين لبنان، في عندي مدربين اجانب، في عندنا خطط ان نتعامل معهم مع بعضنا خلال معرفي انا وياهم بالبطولات. نعم. ففي عندهم خطط انا باخذ، يعني بناخذ مع بعضنا بنعطي، حتى في عندي برامج تدريبيه ببعثوا لي اياها، يعني شو في جديد شو في كذا، دائما نحن مستعرضه بالتدريب بنتمرن عليها. اذا ما عملنا هيك ما فينا نضحي ونشتغل. ذكرت انه مثلا ممكن بعض العلاقات الخاصه مثلا مع ناس من لبنان او خبرات من مصر او هيك. هلا مصر غالبا في استضافه الكاراتيه عند ابطال عالم، يعني نعم. طاقه اليابان بنتيجه عالميه، كنا بماليزيا طاقه اليابان عدم تكافؤ ابدا بماليزيا بطوله العالم دبليو كيف طلعت مصر الاول بالقتال الفردي. نعم. بالمجموع العام، واليابان اجت ترتيبها الثالث. وبالتالي اذا اخذنا نحن بعض الخبره من المدربين الكبار المصريين نستفاد منهم، ضروري نستفاد، لان احنا كلنا قاعدين مع بعضنا. يعني المدرب عم يقعد هون هلا هو ما عم يقدر يشتغل، يعني عم يدرب على قده. انت اليوم ما عندنا لاعب عم يطلع لبرا ويجيب نتيجه، بالمحصله كل واحد عنده طاقه استيعاب معينه بتوصل للماكسيموم تبعها، بعدين بدك تشتغل لتقدر انت تعوض هالضعف اللي عندك. انت بدك تشتغل، يعني ما بصير انت تضل قاعد تستنى انه تجيني خبره، بدك تشتغل انت لتصنع خبره. صحيح. عرفت كيف؟ بس اطلع سمعنا كمان حديث اللاعب اللي عندك، هو لاعب ومدرب جعفر ملاح. نعم. هلا هو بطل جمهوريه وشارك بطل جمهوريه وباعد دولي. نعم. وانت عم تخليه يساعدك بالتدريب، يعني يعني الجمع بين موضوع هو انه لسه عم تحضره انت كلاعب، وممكن لسه هو لاعب وعم يشارك بالتدريب، يعني شو رايك بالجمع بين اثنين؟ منيحه هي القصه والله بتعطيها خبره. نعم. بتعطيها خبره مستقبليه للكابتن، يعني بتعطيها خبره منه بالمستقبل صار مدرب هذا اللاعب مر بهالمرحله هي، صار في عنده بعد نظر ليأسس لاعب، عنده بعد نظر ليكون لاعب. يعني انا من ناحيتي انا بعتبرها بادره ايجابيه. نعم. انا كنت مشيت فيها نفس الطريقه انا مشيت عليها. نعم. يعني لاعب ومدرب. نعم. يعني اللاعب الجيد بالضروره يكون مدرب جيد ولا مو شرط؟ مو شرط. نعم. مو شرط، ولكن اذا بلش من هلا فيني يمشي بخط صح. نعم. يعني هلا في ايام في عندنا ابطال عالم بس ما بتعرف تدرب. صحيح. هلا في عندي انا بالنادي لاعبين مثال خارج الالعاب الفرديه، مثلا لعبه جماعيه، مارادونا مثلا. ايه؟ يعني هو اسطوره بكره القدم، اسطوره العالم. صح. يعني ومع ذلك كمدرب ما عطى لا ما رياضي، لانه ما عنده الابداع. هذه موهبه. نعم. التدريب موهبه والبطوله موهبه. نعم. يعني اذا كان عنده اللاعب هالشغلتين شيء 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 حلو جدا. نعم. ولكن ليس شرط انه لاعب جيد. لا مو شرط. نعم. مو شرط. في امور بشخصيه المدرب بتكون لازم توافر بمدرب، مو شرط تكون موجوده عند اللاعب. يعني مثلا بتشوف حتى اللاعبين اذا مدرب عنده هيك بعض يعني خلينا نسميها الكاريزما المحببه للاعب. مظبوط. مظبوط. ممكن يكون لاعب جيد بس ما عنده ما عنده اياها، ما عنده بيوصل المعلومه. ايه. وما في وياما في عندك ابطال تلاقي مميزين وكذا. نعم. بيدخلوا على البساط بدهم يدربوا، ما عندهم الامكانيه يدوروا فريق مبتدئ. ما بيعرفوا يعني ما عندهم خلقوا ليكونوا ابطال. نعم. يعني هن. نعم. خلقوا لك موهبه موجوده يكون هذا بطل. عرفت كيف؟ وياما في عندك ابطال هذا جيبهم لعندك تقعد حكيهم، ما عندهم الامكانيه الحكي. نعم. يعني هذا كله مسخر حاله ليكون بطل بس. نعم. يعني ما يفهم الا بالبطوله. نعم. حديث الاستاذ علي ابو الركب، طبعا هو زميلنا بالمركز، بنتمنى له التوفيق، وحاليا هو رئيس الاتحاد الرياضي العمالي. تحدث عن الالعاب اللي شارك فيها نادي عمال اللاذقيه وحقق فيها انجازات. كان في عندنا انجازات بالكاراتيه، كان في عندنا انجازات بالجودو وبكره الطاوله. تحدث هو خارج هذا الاطار ايضا الاستاذ علي، تحدث بانه كمان هو عم يفكر بانه في مجموعه من الالعاب الجماعيه، عم يفكر بكره السله او الطائره وبلعبه ثانيه، يعني لعبتين جماعيات كره اليد بتوقع حكى، فراح يشارك بلعبتين جماعيات بالاضافه للالعاب الفرديه اللي عم يشترك فيها.
هذا الموضوع طبعا قرار صعب بصراحة، خلينا نسميه جريء، ولكن يحتاج لمتطلبات مادية كثير. مظبوط. شو رأيك بهي الخطوة؟ والله لك هيدي خطوة جريئة هو عم يحكي فيها الأستاذ علي. أنا أنا بالنسبة لإلي أنا بقول له خليك على الألعاب اللي عم تعطينا أكثر، هذا الأفضل. هلا ديك يعني أنا اليوم عندي تكريم، ما في عنا مصاري نكرم اللاعبين اللي جابوا مراكز، كيف بدي أول أنا لعبة جماعية؟ لعبة جماعية يعني ما بعرف شو بدي. وانا كنت بتمنى انه الاستاذ علي يتم على كره الطاوله والكاراتيه والجودو يلي عم تقدم للنادي نتائج ايجابيه على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. نعم هو فعلا هو تصديق لهي الفكره. هلا هو ممكن حديثنا يقنعه او ما يقنعه، ونحن نتمنى له التوفيق بالمحصله. هو شايف اكيد مصلحه النادي اكثر منا. تصديقا لهي الفكره بتشوف الانديه العريقه في محافظه نادقية، تشرين حاطين مثلا جبلي الانديه اللي لها اسم يعني بالمحافظه، الالعاب الفرديه عندها ميتي. بالمقابل الالعاب الجماعيه عندها مو شرط يكون ماشي حال، يعني انت بقليل من التعب ممكن يمشي حالك بلعبه فرديه صح. ولكن بكثير من التعب مو شرط يمشي حالك بلعبه عم تحكي صح جماعيه صح. ففي شيء اسمه ممكن يكون يعني تخصص مظبوط الانديه فرضا نادي معين متخصص ب مظبوط عم تحكي مظبوط. وفي مثال كمان من الواقع موجود الطرطوس، باعتبار انا اشتغلت فتره هناك، عندهم انديه الريف عم تهتم بالعاب شوي بعيده، يعني فرضا دريكيش عم يهتم بكره اليد على مستوى سوريا، اخذوه ثاني سوريا، او السودا مثلا كره الطائره عم تعمل، بس عم يخصصوا استاذ اسامه، عم يخصصوا عم يحطوا ميزانيه يشتغلوا عليها على الاساس. هذه الميزانيه اللي عم تحركهم، ما هن عم يحركوا الطابه، الميزانيه اللي بتحركك، هلا انت وجود الطابه وجود المكان، ما عندك ميزانيه انت ما عندك عمال. انت اليوم ميزانيتك محدوده، انت ما قادر تصنع الا شيء على قد الميزانيه تبعيتي انا. انا عندي كادر، انا ماشي المضرب حقه 55 ليره 55000. نعم 55000 ليره سوري حقه مضرب كره الطاوله. طيب اذا بدي اجيب انا اربع مضارب قد ميزانيه النادي كلياته، قد ميزانيه النادي كلياته. اذا بجيب انت طابه تاعت العاب جماعيه حقها بلاوي. نعم احنا ميزانيتنا ما بتكفي. يعني احنا عندنا ميزانيه على ادنى. قال الاستاذ علي ممكن انه المكتب التنفيذي يساعد، ممكن يساعد. نعم قلنا له طيب نحن طالما انت برايك هيك نحن معك، يعني ساعد على مبدا اللي كان يساعد فيه الانديه العام الماضي واللي قبله، انه تقديم مبلغ مالي معين للنادي فرضا. اتحاد الرياضي العمالي المركزي وليس الاتحاد الرياضي العام. ليس الاتحاد الرياضي العام. نعم اتحاد الرياضي العمالي المركزي بدمشق ممكن يكون موعود هو بمساعد من الاتحاد. هن وعدوه بهالقصص انه انت اشتغل ونحن ربما نزيد الصندوق لكم من نعم. هلا الكاراتيه عموما الموجوده بمراكز تدريبيه كثير بمحافظه اللاذقيه، يعني بتوقع عددها بيتجاوز 13 او 15 مركز تدريبي بين مدينه وبين فيني اقول لك 60 فيني اقول لك المعروفين احنا المعروفين بنسمع فيهم. نعم وما فوق. نعم طيب انت برايك هي الانتشار العريض جدا للعبه على صعيد المراكز التدريبيه، في منها ريفيه، في منها يعني في منها يحقق الحد المطلوب لحد او الادنى خلينا يعني نسميه لتدريب اللاعب، وفي منا يعني عم يدربوا على يعني على الارض مثلا دون بساط او دون. شو رايك انت بهي القصه؟ والله هذا غلط. هذا غلط، لازم انت النادي يكون مرخص اشراف من الاتحاد الرياضي، اشراف من اللجنه الفنيه. هلا اليوم ما بسمع الا والله سي من الناس فتح مكان طلع غرفه من بيته وبلش اللاعب يلعبوا على الارض، هذا خطا. ممكن اللاعب ينكسر، ممكن اللاعب يصير معه غضاريف، ممكن يصير معه مناقيب برجلاء لو كان طفل. نعم يعني في اخطاء صحيه بالنسبه للتدريب هذا. المفروض يكون في عندك اشراف من الاتحاد الرياضي وتخصيص البيوت الرياضيه وتخصيص الانديه اللي بدها تمارس فيها. وفي عندك تسجيل بالاتحاد الرياضي، فرع الاتحاد الرياضي، هذا الاصح. لو ما بسمع الا سي من الناس فتح نادي، كيف؟ ما بعرف. كيف ترخيصه؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف كيف عم يتم القصص، ما بعرف. يعني مو المفروض يكون في مثلا لازم انا عم اقول لك لازم يكون في على اشراف. انا اليوم بطوله محافظه على الاقل بساط مثلا ما في ما في ما في. اليوم بيجي بطوله محافظه بشوف احد الانديه داخله على البطوله، هذا نادي مركز سي من الناس عم يلعبوا باسم سي من الناس، يعني صاير بس عباره عن ريع مادي. نحن ما بدنا هيك. انت اليوم بدك تطلع لاعب، انت اليوم مطلوب منك لاعب، ما مطلوب منك انت اليوم بدك تدفع لتاكل. فانت اليوم هذا اللاعب اللي عم تشتغل عليه ما له مؤهل رياضيا. يعني هلا انت اليوم بطوله الجمهوري في بعض اللاعبين عم يحطوا فك اسنان بلشوا يدلعوا منه، ما متعودين عليه. يعني في شيء مهم ما عم يتبعوه، ما دربوا يلا، هذا خطا. هو هن ممكن يكون عندهم وجهه نظر بهذا الموضوع، انه احنا كل ما كان عندنا كميه كبيره
ممكن تفرز نوعية مثلا، نوعية يعني. بس نوعية شو؟ صحيحة أو ما صحيحة؟ نعم. يعني أنت عرفت كيف أستاذ أسامة؟ نعم. يعني نوعية، لأنه ممكن يكون أنا لاعب عندي لا نشيط على عيني، ممكن يكون عنده لا بعض بساط، اللاعب صار معه ما لبسوا واقيات ما بعرف يشتغل على الواقيات. حتى بموضوع المراكز التدريبية يعني كمان المدربين الموجودين، طيب كلهم يملكون الشهادات التدريبية والشهادات؟ لا لا لا، أنا عندي نادي نفرض، أنا عندي نادي بجيب سين الناس يدرب عندي، مشي لي شغلي شوية صغيرة، هلا بيجي الأستاذ، بعد شوي بيجي الأستاذ، ما يعني ما في ممكن يكون في بعض المراكز التدريبية عم تشتغل صح، أنا عم نحكي بالمراكز اللي انفتحت بشكل عشوائي. نعم. عرفت كيف استاذ اسامه؟ يعني حتى كمان عم تجيب انت طفل صغير مثلا، يعني انت مع اي عمر مثلا ممكن تدخل؟ عندي من خمس سنوات. خمس سنوات في عن باوروبا الطفل 8 سنين 90 سنين 9 سنين عم يكون بطل عالم، عم يكون عمره 9 سنين استاذ اسامه في بطولات عامل، في بطولات عالم الفئات العمريه تحت العشر سنوات. نعم. هي الكاراتيه ممكن تكون من الالعاب اللي نحن فينا نجيب الطفل من خمس سنوات، من خمس سنوات، واذا كان موهوب فيك تحطه انت من اربع سنين. انا عندي بالنادي عندي 3 سنوات ونص. بدك تخلصوا، حتى هون بيجي كمان الدور للمدرب، هو موضوع مهم جدا، يعني بدك تخلصوا انت من موضوع الخوف مثلا من الدخول على، انت اليوم بدك تعلمه اول شيء تربويه الرياضه. نعم. الشيء اللي بخص الرياضه نحن بنقلب علم تربويه الرياضه. نعم. يعني هذا الطفل بدك تفهمه هذا خطا، هذا صح، البدله لازم تكون نظيفه، هذا ربطه الحزام هيك، لازم تنظف حالك قبل جاي على التمرين. نحن عم تهيئه للطفل وقت اللي بيكون صغير كيف بده يكون لاعب الكاراتيه. عرفت كيف استاذ اسامه؟ يعني حتى ممكن بالحاله هي يصير تعاون بينكم وبين الاهل، بين الاهل وبين حتى بهالاعمار الصغيره عم نحكي عنها بين المدارس، يعني ابدا بالمدرسه مثلا الاطفال مميز بالكاراتيه فرضا، مميز بالملاكمه، أنا مميز بكره القدم. انا عندي بالنادي المميز في المدرسه بنعمل له تكريم، يعني ما شاطر في المدرسه انا بقول له بفصلك انت لازم تيجي لعندي. اللي قصدته عن التميز المدرسي، التميز الرياضي، هو طبعا اذا تحقق التميزين احسن افضل، نحكي تميز رياضي يعني هون. إيه؟ انه لاعب مثلا مميز بالكاراتيه عنده ميول مبين، هذا اللاعب انه حتى ولو كان صف ثاني مثلا اذا قلنا موهبه، موهبه جيده جدا بالكاراتيه مثلا. هون بده تعاون بينكم انتم وبين الاساتذه الرياضه الموجودين بالمدرسه مشان الاستفاده من طاقته، يعني مزبوط. ايه مزبوط. يعني هي الرياضه المدرسيه هي يعني بصراحة المفروض يكون لها طريقة للتواصل. ما بعرف هلا انت برأيك انه بالمدارس عم يلعبون رياضة؟ هذا اللي عم نحكي فيه. ما في بالمدرسة الرياضة معدومة. بالمدارس كان من اول زمان يلعبون رياضة، هلا ما في، هلا بيقولون انزل على اكموش طابة واشتغل في الباحة بساحة المدرسة. ما يعني انت يعني هلا هذا مو تدريب، هذا ما تدريب، ما في تعاون، ما في تعاون للقصه هيدي. هو المفروض بالمدارس باوروبا صارت الكاراتيه موجوده، صارت الجيودو موجوده، صارت المصارعه موجوده، انت عم تلاقي الطفل عندك جوا موهوب. نعم. انت في عندك صالات، انت في عندك صالات بتزت اللاعب كاي صاله اللي بتشوف فيه موهوب موهوب. وبعد المدرسه هذا اللاعب بخصص روح على نادي اللي هو عتخصص فيه. نعم. اللي اللاعب اللي حبه راح تم بعد اشراف مدربه واتجه باتجاه الصح. هو هذا الموضوع بيحتاج لتنسيق بين الاتحاد الرياضي وطبعا مكاتبه العامله في المحافظه والاتحاد العمالي وكل اتحادات الالعاب مع مديريات التربيه. صح الحكي. هي المفروض يكون في لجنه او هيك نوع من التنسيق، لانه هذا اللاعبين مميزين بلعبه معينه يكون بمكان. صح الحكي. مزبوط. يعني حتى بدول العالم المتقدمه اكيد انت زرت عدد من الدول وشفت انه عم يفرزون حتى بمدرسه بأماكن. انا قلت لك الاستاذ اسامه، الطفل بالمدرسه موهوب عم يحطوه، حتى اذا كان عنده موسيقى بحطوه بمكان الموسيقى، عنده موهبه رياضيه عم يحطوه بمكان الرياضه، عنده موهبه هي عم يحطوه برا عم يشتغلوا، يعني الطفل عندهم الولد الطفل مؤهل ان شاء الله. هيك عندنا الامور والله نحن بتتجه بهذا، والله نحن بنتمناها اليوم قبل بكره بوجود امثالكم. على عيني على عيني. نعم. نشكرك جدا لتشريفك ولهالمعلومات الحلوه اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله بنلتقيكم في هيك ابطال اسيا وعالم ان شاء الله بحلقه قادمه. اهلا وسهلا فيك. شكرا. بس انا كنت في عندي عتب واحد. تفضل. على الاتحاد الرياضي العام. تفضل. انا مدرب منتخب سوريا. نعم. عضو اتحاد سابق، معروف كابتن، رئيس لجنه مدربين. نعم. رئيس لجنه حكام. انا كرمت من سيد اللواء بال 2012. نعم. بانجازاتي على بطوله العالم تستحق ذلك. نعم. و13 و14 و15 ثلاث سنوات انا موظف.
وسيادة اللواء اعتمد على قرار سيد الرئيس بالتوظيف. نعم. بالألفين وستاعش تم فصلي. مم. ليش؟ ما بعرف. حكيت مع سيادة اللواء اللي بعتني كتاب، بعتنا له كتاب حتى اليوم لم يجد رد عليه. نحن منضم صوتنا لصوتك، وأكيد المفروض يتم الرد على هذا الكتاب، وإن شاء الله بيكون بالإيجاب. نتمنى لك التوفيق. على عيني على عيني. الله يخليك. على عيني على عيني على عيني. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة.